وبركاته. مرحبا بكم معايا في أطباق سريعة. اليوم إن شاء الله غنجهزوا مع بعضنا تشي سبرينغ رول بطريقة سهلة جدا مبسطة ومقادير رائعة وموجودة في كل بيت. ويلا هو معايا إن شاء الله باش نقول لكم شنو عندنا في المقادير. عندي هاد النوع، هاد الجبنة، هادي الجبنه اللي كاع الناس يعرفوها. عندي الجبنه الحمراء معروف تشيدر، واي نوع جبنه حمراء. عندي هنايا بصله مفرومه، عندي هنا المعدنوس مفروم ايضا، وعندي هنا هذا النوع ديال الورقه ديال تشي سبرينغ رول او موجوده في كل المحلات التجاريه. ويلا هو ان شاء الله نخلطوا كاع هاد المقادير مع بعضها ونوريكم الطريقه ديال اللوش. انا دابا حمرت كما كتشوفوا هنايا، حمرت البصله مع شويه ديال الزيت، ديتها وجبتها في المقلايه. ودابا ان شاء الله غادي نخلط كاع هاد المقادير مع بعضها وغادي نخليكم ان شاء الله مع الصور كيفاش كيدار كاع هادشي. Thank you.
شوفوا هذا هما الشكل النهائي ديالهم كما كيجيو. انا نقسم لكم وحده باش تشوفوها شي ما سديتهم ما والو. بحال هكا كيجيو، كيجيو رائعين هائلين بالجبن. شوفوا الفرماش كيفاش يجي، يجي رائع جدا. كنتمنى انهم يعجبوكم، وما تنساونيش بالدعم، لايك، سبسكرايب.